القوة المتجهة، ويعد الدفع مقياس القوة المؤثرة في جسم مضروبة في الفترة الزمنية التي تؤثر بها القوة في الجسم. بذلك يمكننا كتابة المعادلة على النحو التالي: ق قوة متجهة دلتا زين تساوي د قوة متجهة دلتا زين تساوي دلتا خ. مرة ثانية، ق قوة متجهة دلتا زين تساوي د متجهة تساوي دلتا خ متجهة. إذا علما بأن القوة المقصودة، خلينا نركز على يعني المضرب وهو الذي يمثل يعني قوة متجهة في المرمى، إنه القوة المقصودة في المعادلة هي القوة المحصلة المؤثرة في الجسم، أو يعني في جسم أو نظام يتكون من جسيمات عدة. ومنها نلاحظ أن الجسم إذا أثرت فيه قوة لفترة زمنية دلتا زين فإن ذلك يؤدي إلى تغيير زخمي. وهذا الشكل كما نرى الذي يبين لحظة اصطدام كرة التنس بالمضرب والعلاقة البيانية بين القوة المؤثرة في الكرة وفي أثناء طبعا فترة التصادم. يعني قد نتساءل ما العلاقة بين دفع القوة في الكرة والتغيير في زخمها، وما اتجاه الدفع؟ كما نلاحظ ما العوامل التي تحدد دفع القوة؟ ما وحدة قياس دفع القوة مع علاقتها بوحدة الزخم؟ إذا رسمناها بيانيا من خلال المنحنى والقوة والزمن، سنمثلها هكذا في هذا المنحنى. نلاحظ أيضا أنه هل يعني قد نتساءل هل القوة ثابتة؟ هذا هو المنحنى الذي يشكل طبعا أنه يشكل، ونتوصل إلى أنه القوة المؤثرة في الكرة لم تكن ثابتة. انظر ارتفاع ثم في لم تكن ثابتة خلال فترة زمنية من الآن من 1 إلى 2 فترة زمنية، يعني لم تكن ثابتة في هذه الفترة. وكذلك طبعا فترة تأثيرها نعرف هذه الحالة متوسط القوة فتحة average force، وهي القوة الثابتة التي لو أثرت في جسم الفترة الزمنية نفسها لأحدثت الدفع نفسه. يمثل الدفع عدديا مساحة المستطيل، يعني لو مثلناها هنا مستطيل، انظر قوة الدفع مساحة مستطيل في هذا الشكل. العلاقة البيانية طبعا بين القوة في كرة وزمن تأثيرها، هذه هي طبعا يمثل عدديا نون زين 1 إلى زين 2 دلتا زين، عدديا يمثل مساحة مستطيل. إذن هذا هو متوسط القوة، هي القوة الثابتة التي لو أثرت في جسم فترة زمنية نفسها لأحدثت الدفع نفسه. لو نأخذ تمرينات أيضا موضحة لماذا طبعا هكذا يعني سنفكر لماذا يلجأ سائق السيارة إلى الضغط على الفرامل لفترات زمنية متتالية حتى تتوقف السيارة عند الإشارة الضوئية. إذن اللي هي average force متوسط القوة هكذا. مثال: سائق سيارة سباق كتلته 60 كيلوغرام يقود سيارته بسرعة 25 متر لكل ثانية، شاهد أثناء سياقته للسيارة حيوانا على مضمار السباق فداس على الكوابح ليتفادى الاصطدام به فاندفع إلى الأمام، إلا أن حزام الأمان أوقف جسمه عن الحركة خلال 0.4 جزء من 10 ثانية. السؤال يطلب منا حساب متوسط القوة التي أثر بها حزام الأمان في السائق. أيضا يطلب كم يكون متوسط القوة لو لم يضع سائق حزام الأمان، علما بأنه سيتوقف عند ارتطام جسمه بمقود السيارة خلال 0.01 اللي هو 1 جزء من 1000 ثانية. الحل: بما أنه قد تم إيقاف السيارة، لذا فإن عين 2، يعني عين الأولى كان السرعة التي يسقودها 60 كيلوغرام هي سرعة سيارته أو 25 متر لكل ثانية، إذا عين الثانية تساوي صفرا. وبالتعويض في المعادلة نجد إنه قاف ضرب دلتا زام تساوي دلتا خ تساوي قاف ضرب 0.4 جزء من 10 اللي هي عند توقفه عن الحركة خلال 0.4 ثانية وضعناها عوضنا عنها تساوي 60 ضرب 0 نفتح قوس ناخذ 25، ومنها قاف يساوي 3750 نيوتن. تدل الإشارة على أنه
إشارة السالبة هنا، على أن القوة تؤثر عكس اتجاه الحركة. أيضا يطلب منا في حالة عدم وضع حزام الأمان، فإن قاف ضرب 1/10000 يساوي، لأنه بيقول لك كم يكون متوسط القوة لو لم يضع السائق حزام الأمان، علما بأنه سيتوقف عند ارتطام جسمه بمقود السيارة خلال 1/10000 ثانية. إذا فإن قاف تساوي، أو قاف ضرب 1/10000 تساوي 60 ضرب 0 ناقص 25، منها قاف يساوي 15 سالب ضرب 10 قوة 5 نيوتن. نلاحظ أنه استخدام حزام الأمان زاد من الفترة الزمنية التي يؤثر بها الحزام وفي السائق، طبعا سائق السيارة، مما قلل من مقدار القوة اللازمة لإحداث التغيير نفسه في زخم سائق السيارة.